كابتن علاء، شفنا الشوط الثاني سيطرة من النادي الأهلي، خلق فرص، رحت للجول، ما جبتش جول في الآخر. أنت مسيطر الشوط الأول والشوط الثاني. بص يا أيمن، أنت أداك عشوائي من الآخر. مسيطر بس سيطرة عشوائية، حتى ما تروح للجول بتروح بكور عشوائية. ما فيهاش أي تناغم، ما فيهاش أي تفاهم، ما فيش حاجة خالص. حتى الكره الاخيره اللي جت لحسام حسن هو كره اسم معمول بس. لكن انت شكلك النهارده الهجومي ايه؟ يعني انت بدايتك الهجمه ازاي؟ شكلك الهجوم ازاي؟ عايز توصل للمناطق الخطر ازاي؟ بكور طويله، تمريرات مقطوعه كتير، مع الاحترام الكامل للجونه. النهارده انت بتلاعب تقريبا لحد اللحظه دي اسهل فريق انت قابلته. اسهل فريق قابلته، يعني المباراه السابقه مع بتروجيت، مع الاحترام الكامل بتروجيت، كان اصعب من ده. النهارده انت قابلت فريق سهل، فريق كلنا اجمعنا في الاستوديو من بدايه المباراه لازم ضغط من اول مباراه تجيب هدف، عشان يا ايمن ما تجيش اللحظات الاخيره اللي في المباراه ويحصل التوتر قدام المرمى ده. كل اللي حصل ده في الاخر، يعني كره حسام دي متوتر، الفيرود او المهاجم متوتر قدام المرمى، وانتوا كلكم عارفين الكلام ده، التنفيذ بقى صعب، التنفيذ غلط. يعني حسام لو شاف الكره دي هيستغرب نفسه، انا عملتها ليه كده؟ لاني خلاص الوقت عدى وانت متوتر وبتدور على مكسب. النهارده التعادل بتاعك يعتبر خساره، لانك انت في سباق في الدوري مع فرق كلها عايزاك تخسر مش نقطتين، نقطه. فالنهارده انت رحت بمنتهى السهوله مفرط في نقطتين النهارده في السباق الطويل اللي قدامك. فانا ما ينفعش الفرق الكبيره زي النادي الاهلي المباريات اللي زي دي لازم تحسم بدري طبعا. ليه؟ عشان ما توصلش للمراحل الاخيره تبقى كده. يعني كابتن شريف بيقول احنا بنوصل والاطراف شغاله وكل حاجه، بس ما هي شغاله من اول، شغاله من بدايه المباراه. يعني هات لي اي لقطه عشوائيه من بدايه المباراه لحد النهايه فيها مثلا شكل دفاع الفريق جونه، او بيقطعوا عليك، او بيضغطوا عليك، كل حاجه متاحه والمساحات موجوده. بس انت لما بتوصل، انت بتوصل كده، لكن بمحض الصدفه زي ما بنقول، بمحض الصدفه. غير ان في حاجه غريبه جدا، التفاهم ضايع خالص. في كور النهارده اتنين بيخشوا على بعض مش شايفين بعض، والكور دي جول على فكره. ونفس الكوره دي يا كابتن شريف لو انت فاكر، السوليه مع علي معلول، مش المباراه بتاع بتروجيت اللي كانت قبلها تقريبا. أيوه. كان مش عارف مباراه الزمالك او حاجه زي كده، كان لازم يسيبها له وهو بشماله، وهو جاء على شماله عمرو لفاه وعملها. فالحاجات دي كلها فتحي النهارده وشريف النهارده نفس الكلام، الحاجات دي كلها تركيز، لازم تركز، لازم تشوف زميلك، لازم تبقى شايف المنطقه اللي حواليك ازاي، عايز هدوء شويه. لكن انت وصلت المباراة للحظة توتر، كل قراراتك للأسف كلها غلط للأسف. غير كده يعني في لقطة تقريبا بتاع الشبراوي اللي الكرة لبست فيه وراحت هو الشناوي عملها. انت كنت ممكن تخسر نقاط النهاردة، اللي هو الشناوي اتعامل معاها بامتياز طبعا. فتخيل انت فريق بيلعبك عشان كرة زي كده، يعني الجونة النهاردة كل اللي بيدور عليها أيمن كرة زي دي، تمريره بالعرض لخالد قمر، مش اكتر من كده. وكل اللي بيعمله عايز الوقت يعدي، بس كله كوم. انت كمان ساعدته ان هو يحرق الوقت بكوم تاني خالص. انت جيت عليك وقت في المباراه، بحس ان يعني والله بدون مش قصدي حاجه، بحس ان المباراه وديه يا جماعه، ده انا بدور على مكسب. ايه ده؟ ده انا لازم كان بالظبط نص الشوط الثاني الهدف اتاخر، الملعب ده يبقى يعني نار، شعله نار. يعني كابتن شريف بيقول شعله نار، انت بتدور على مكسب. لا، الريتم هادي هادي، اخطاء هادي اخطاء، وقت بيعدي، فجاه لقيت نفسك بتلعب في الوقت بدل ضايع. فابتديت بسرعه، عايز كل حاجه بسرعه. بسرعه دي في كره القدم بتسوي اخطاء، السرعه مع توتر بتسوي اخطاء، قرارات غلط. فانت اللي وصلت نفسك يا ايمن للمرحله دي او الموقف ده. المدرب بره، متفقين على الكلام ده كله، عشان مش حد ايه من عباقره الكوره يقول لك المدرب، لا المدرب ملوش دعوه بالكلام ده خالص. المدرب بس مسؤول عن التغييرات، وما اعتقدش التغييرات كان فيها حاجه غلط، بالعكس الناس كلها نزلت ما 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 ما, ما فيش مشاكل. لكن ادائك النهارده، حماسك النهارده، رغبتك النهارده، لا دي لعيبه بقى، دي لعيبه. لو حتى هو مش قادر ولسه طبعا وصلش ان هو يتكلم معاهم ويشد اللعيبه كويس قوي، لازم هو من جواهم. ما ينفعش يا ايمن، ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. ده جرى انذار من بدري،
لازم كل مباراه تحسم من بدري. الفروقات كبيره جدا 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 بينكم الفرق، بس الفروقات بتتساوى لو الاداء زي كده النهارده. النهارده ادائك عشوائي، هادي، بطيء، النزعه مش موجوده، الرغبه في المكسب مش موجوده، ال 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 النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي انت بتمثله مش موجود. ايه ده؟ شخصيتك فين النهارده؟ مفيش شخصيه النهارده يا ايمن. دي حاجات ما تزعلش يا جماعه. انت النهارده فاقد الحاجات اللي هي بتعليك كنادي اهلي. رغبتك وشخصيتك ونزعتك وشراستك الهجوميه، كل ده مش موجود، موجود منه بالظبط 40%، 40% ما تعرفش تكسب ماتشات زي دي. والمباريات اللي زي دي هي بتضيع منك البطولات. لو نرجع كده بالذاكره السنه اللي فاتت بالظبط. والثقه بعد كده. بالظبط، ما هي ادام بتضغط نفسك السنه اللي فاتت نفس المباريات السهله دي هي بتضيع منك البطولات. لازم يا جماعه نتعلم، طول ما انت في الملعب بتتعلم، كره القدم دي كل دقيقه بتتعلم. موقف ده عدى عليك السنه اللي فاتت، بس انت لازم تاخد بالك مش كل مره هتكرر في نفس الموقف، تبقى فارق ومباريات زي دي مضمونه. في مباريات كده ما تمسك الجدول يعني طبعا كل ان كده انت كده بتاع ربنا، بس انت مضمون، دي ضامنه. وبعدين النادي الاهلي بيمسك الجدول، يعني مين هي ممكن يعني النادي الاهلي يقول لك لا ممكن اخد نقطه؟ لا مفيش مين بينافسك. يعني مثلا ممكن المنافس التقليدي بتاعك الزمالك، وممكن وبيراميدز يخش بعدهم شويه، لكن باقي الفرق معلش مع احترامي الكامل ليها متاحه تماما. فالنهارده من المباريات اللي المفروض ترجع بثلاث نقاط بهدوء، من غير تعب، من غير مجهود جامد قوي زي اللي انت عملته. وبعدين نرجع نقول ايه؟ مجهود إيه؟ اجهاد. ما هو انت هتحط نفسك في الاجهاد، يعني تبذل مجهود مضاعف. بالظبط، ما انت عشان عايز تكسب، طول ما انت بتجهد نفسك زياده. يعني انا بقى تعبان فعايز اكسب، فبعمل مجهود زياده قوي، بعد كده بتعب زياده. انا ربنا عرفه بالعقل، طب ما ادور على مكسب سهل عشان انا وانا في الملعب ابقى مريح نفسي. لكن مجهود زياده، شد عصبي جامد جدا، مجهود ذهني فظيع، مجهود بدني، ما انا بضغط على نفسي انا عايز اكسب. النهارده اخر ثانيه كله بيجري لحد الدقيقه 96، كله بيجري وكله عايز يكسب وكله. طب وبعدين؟ طب ليه ما عملتش الكلام ده من الاول؟ ليه اوصل نفسي للموقف ده؟ ليه؟ يعني ليه؟ اصل لو مثلا كان الفريق مقفل معاك قوي، انا موافق. احنا بين الشوطين اتكلمنا كلنا، الملعب متاح كله ليك يا ايمن. الملعب صغير ومش يعني الملعب كمان على صغره، لكن المساحات موجوده والفرص موجوده، لكن رغبتك ونزعتك وشراستك هي دي اللي مش موجوده عندك النهارده. حسيت بيها في الاخر خالص لما بديت عايز اكسب، ففرص بتضيع وضغط وكده، لكن دايما تقول الحمد لله الحمد لله. تقفل الصفحه بتاعت النهارده، بس ارجو ان الناس تاخد بالها المباريات دي هي بتضيع بطولات. صحيح.